مشكورة جهود الحشد الشعبي في المنطقة والمعاناة منطقة هواية أكو يعني معاناة عدة بالمنطقة شوارع تعبانة مجاري ما مسلكة يعني أشياء المقرنص أيضا ناكمة للمنطقة وهناك معاناة هواية للمنطقة من ناحية الخدمات ومشكورين يعني الجهد الهندسي وجماعة الحشد الشعبي المقدس يعني معاونة هاي الناس في الخدمات. احنا نشكر الجهد الهندسي مع الحشد الشعبي اخواننا رحم الله وديهم على هذا الشغل النظيف. والمنطقة كانت حيل تعبانة يعني جهنا يطلعون للمدارس كلها توقع هسه شوية أحسن بس عندنا هاي بعد منها لهنا بكت الله يطبوننا على التبليغ رحم الله أديكم وما قصر